رغم سنوات الحرب الطويلة والأليمة التي أثقلت كاهل السوريين، إلا أن عجلة الحياة والإبداع لم تتوقف، بل ازدادت الإرادة لدى الشباب السوري على إثبات نفسه في كل المجالات العلمية والثقافية والأدبية. حركة علمية سورية تسارعت خطوات نجاحها فوصل صداها إلى دول العالم، تمثلت بمسابقات الأولمبياد العلمية السورية التي حقق من خلالها الشباب السوري على مدار السنوات الماضية أكثر من 61 جائزة فضية وبرونزية وشهادات تقدير، كان آخرها مع فريق الرياضيات والفيزياء والكيمياء الذي اعتلى منصات التتويج العالمية. منصات عالمية وصل إليها واعتلاها أيضاً الفرق السورية المشاركة في مسابقة أولمبياد الروبوت العالمية، حيث أحرز أحد هذه الفرق المشاركة المركز الثاني عن مشروع حول إعادة تدوير الأبنية المهدمة باستخدام الروبوت بشكل كامل. لم تتوقف الإنجازات العالمية على المسابقات العلمية عند هذا الحد، فقد استطاع السوريون عبر شاشة الفن السابع أن يحجزوا مكاناً لهم في أهم المهرجانات العربية والعالمية، ليوصلوا صوت بلدهم بلغة السينما وأبجديتها التي حكت قصص ألم عاشها السوريون. نذكر آخر المشاركات العالمية التي نالت جوائز للسينمائيين السوريين: فيلم الأم للمخرج باسل الخطيب الذي حصد جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان بيونغيانغ السينمائي بكوريا الشمالية. الطاقات الشابة وجدت لها منفذاً في تمثيل السينما السورية، حيث فاز فيلم الغيبوبة للمخرج الشاب عمرو علي بجائزة أفضل فيلم قصير بمهرجان الفيلم العربي في روتردام. كما نال فيلم رسائل الكرز لمخرجته سلافة وخرجي جائزة الأرز اللبنانية من المهرجان اللبناني للسينما والتلفزيون في لبنان، وجائزة خاصة من مهرجان الخرطوم للفيلم العربي، إضافة إلى العديد من الجوائز لفنانين ومخرجين سوريين ومشاركات كان لها صدى عالمي. إنجازات وإبداعات لا يمكن حصرها، فهم من تركوا بصمة إبداعية أينما ذهبوا. على مر السنين تميز السوري في كل الاختصاصات، واليوم ورغم جميع الظروف والضغوطات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، ما زال يسعى الإنسان السوري لكي يكون الأول في كل مكان.